تخضع الطفلة زينب محمد لباد لإجراء عملية استخراج الرصاصة اللي أصيبت بها في سلطنة عمان السبت الماضي جراء إطلاق أعيرة نارية في أحد الأعراس في السلطنة. قرر والد الطفلة بعد اجتماعها مع 3 استشاريين عمانيين في مستشفى النهضة في العاصمة العمانية مسقط إجراء العملية بعد ما شرحوا له الأطباء السير العملية الجراحية اللي بتخضع لها بنته. وبعد عمل أشعة مقطعية وفحوصات لزينب بعد الحادثة تبين أن الرصاصة اخترقت راسها واستقرت خلف العين بالقرب من الجيوب الأنفية في الجهة اليسرى من الرأس. كان سفير المملكة في عمان عيد الثقافي زار زينب وأكدوا منسوبين السفارة بمسقط أن حالتها مستقرة وما تستدعي نقلها للمملكة. ومعانا من مسقط سفير المملكة لدى عمان الأستاذ عيد الثقفي. حياك الله أستاذ عيد. حياك الله يا سعادة المذيع، أهلا وسهلا. كيف بنتنا زينب؟ طمنا عليها. أبشرك ولله الحمد، أجريت للطفلة زينب عملية بعد ظهر اليوم وتكلت بالنجاح، وكان زميلنا من السفارة معها قبل وبعد العملية، وأخذت الطفلة إلى غرفة العناية حتى تفيق من التخدير. قبل حوالي ساعة اتصلت بوالدها السيد محمد وبعمها، أكدوا استفاقتها من التخدير وأنها بدأت يعني تأكل وبدأت تلعب وبدأت يعني تتعرف على أهلها، ولله الحمد. اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله ومنته. وش اللي قدمتوه أيضا أنتم كدعم لو نقول لوجستي من بعيد لأهل زينب، خصوصا أنهم كانوا أظن برا مسقط؟ نعم، لما تبلغت السفارة بالحادث كانت البنت مع أسرتها في إجازة خاصة في منطقة مسندم. قررت السلطات العمانية المختصة نقلها إلى مستشفى السحار. توجه أحد الزملاء الأستاذ محمد الرشيد من قسم المواطنين مستشفى السحار، تبين أن الحالة أيضا تستدعي نقلها إلى مستشفى النهضة، فتوجه الزميل المكلف من السفارة إلى مستشفى النهضة بمسقط، وكان معها حتى أدخلت وتم نقلها إلى غرفة خاصة، وبدأ الأطباء المختصون والاستشاريون بالكشف على الطفلة زينب حتى تقرر لها إجراء العملية هذا اليوم. وقمت بزيارتها مرتين والتقيت بأهلها ووالدها، والحمد لله نشكر السلطات العمانية بهذه المناسبة المختصة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة السياحة وإدارة المستشفى، وبالذات أخص الفريق الطبي والجراحي والتمريضي والطبيب المشرف على حالة الطفلة دكتور حمد الحارثي، الذين قاموا بما يجب وما يتوقعه المواطن الخليجي المواطن السعودي من أشقاء في كل دولة خليجية حتى الحمد لله. باختصار أستاذي، الأبو كان أمس معنا كان يطالب بنقلها، كيف اقتنع خلال ال 24 ساعة هذه انه البنت تجلس في عمان وتجرى لها العملية هناك؟ لابد ان القرار اولا واخيرا، لابد ان اقول ان القرار اولا واخيرا مثل هذه الحالات يرجع لاسرتها ولوالدها. صحيح. لابد ان التقى بالاطباء المختصين في مستشفى النهضة في مسقط، واقتنع ان من الافضل اجراء العملية في مسقط، ثم تقدم بطلب بنقل البنت لاستكمال علاجها في المملكة. إيه؟ وتم رفع هذا الطلب إلى الجهات المختصة في المملكة وفي انتظار ما يرد الآن. طيب الحمد لله على سلامتها، ومشكورين على اللي قمتوا فيه. سفير المملكة في عمان عيد الثقافي، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك. وللتعرف أكثر عن حالة بنتنا زينب لباد معنا من مسقط المشرف على حالتها الدكتور حمد الحارثي. أهلا دكتور. دكتور حمد. نعم سلام. يعطيك العافية. كيف زينب الآن عندكم؟ كيف وضعها الطبي ووضع أهلها أيضا النفسي؟ الحمد لله وضع زينب حاليا مستقرة جدا ولله الحمد، وهي تتماثل للشفاء بشكل جيد ولله الحمد. والمعنويات جيدة عند الأسرة كذلك، فظاهر مروا مرحلة جدا صعبة، فالحين حالتهم النفسية أفضل بكثير. اللي أنا عارفة أنه كان موقع رصاصة جدا خطير عليها، كيف أقنعته الأب أنه يبقى في عمان ويجري العملية هناك لبنته؟ والله
والله كانت الفكره ان الرصاصه مرت خلال مناطق جدا خطيره، ولكن استقرارها كان في مكان لا يصعب الوصول اليها على اي حال من الاحوال، ولله الحمد كانت في تخطيط للعمليه، والله سبحانه وتعالى يسر يعني ان نوصل للرصاصه باقل السلبيات واقل التاثيرات بفضل الله. كم استمرت العمليه؟ العمليه في حدود الساعه و40 دقيقه تقريبا. طيب الله يوفقكم ويقومها بالسلامه بنتنا زينب، المشرف على حاله زينب الدكتور حمد الحاثي، شكرا لك ويعطيكم العافيه، الله يقويكم.